بعض اللجان من المصوتين، خلوه بعض اللجان من المصوتين، خلوه بعض اللجان. لا بص انا هقول لحضرتك على حاجه، احنا تواجدنا جوه في اللجان، الكلام ده هو ملوش اساس. انا بقول اللي بيشوف حاجه المفروض في تفرد مسؤول زي مع حضرتك كده يصور لجنه الفضل، انما كلام مرسل احنا مش شايفين. لا مش كلام مرسل، انا بقول لحضرتك انا شايفه بنفسي واللي في اللجان فاضيه، ممكن اقول اسمها اللجان فاضيه. يعني اللجان الفاضيه ما تشتغلش، بس هي اللي بتشتغل. ما هي ما فيهاش. تمام. احنا كمحامين من مجلس النواب اجمعنا على سالفه، خدنا الاقرار بالاجماع، احنا جوه المجلس رقم 6.